النهارده وكيل الازهر الشريف الدكتور عباس شومان اعلن عن اوائل الثانويه الازهريه هذا العام. بسم الله الرحمن الرحيم. كل عام وانتم بخير بمناسبه عيد الفطر المبارك وبمناسبه انتهاء اعمال الدور الاول من امتحانات الثانويه الازهريه والتي اعتمدت نتيجته الان، وسنعلن عليكم الآن نسب النجاح وأسماء الأوائل مع عقد مقارنة بين يعني المحصلة النهائية لهذا العام والعام الماضي، ثم إذا كان هناك أي تساؤلات إن شاء الله يجاب عنها في نهاية اللقاء. احنا ندخل مباشرة في إعلان النتيجة وبعدين اللي انت عايزين نتكلم فيه. احنا عندنا الشعبة الإسلامية عدد الطلاب كان 158 طالب، نجح منهم 144 طالب، وعندنا 14 عندهم دور تاني. النسبة العامة للنجاح في الشعبة الإسلامية 91.14%، بس النتيجة دي مش هتسمعوها تاني، يعني دي في الشعبة الإسلامية. نهنئ أبنائنا طلاب الشعب الإسلامية على هذه النتيجة المشرفة والرائعة. بالنسبة للشعب الأخرى، النسبة العامة للنتيجة لشعبتين العلمي والأدبي 41.94%. النسبة العامة، نسبة النجاح 41.94، يعني 42% تقريبا. عدد من تقدموا للامتحان من الشعبتين 157,231 طالب وطالبة، 157,231 طالب وطالبة مجموع من تقدموا للامتحان في الشعبتين الأدبي والعلمي. حضر منهم 154,385، نجح 64,745، يبقى عدد الناجحين 64,745. اللي عندهم دور تاني 43,693. إذا الدور الأول 49.9، الدور الثاني وهذا مهم 28.3. أن البعض بيستخدم النسب خطأ ويقول لك 41، يعني عندنا الباقي راسب، هذا غير صحيح. الباقي عندنا نسبة 28%، عندهم دور تاني، فيهم ناس هتنجح وناس ربما لا توفق.